نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عبد الرحمن، وكابتن بلال. منورين منورنا كابتن. مبروك كابتن ان ايمن للنادي الاهلي وهارد لك نادي الداخليه. عندنا مباراه النهارده في تقييمنا ليها هي مباراه تندرج تحت درجه صعوبه سهله. كابتن عادل، المباراه النهارده سهله نتيجه طبعا تفوق النادي الاهلي ونتيجه ونتيجه ان اللاعبين كمان الروح اللي موجوده بين اللاعبين، فكان محمد يوسف النهارده ما لقاش صعوبه في اداره المباراه. وايضا كابتن اسامه كان في تعاون النهارده من حكم الفار محمد الصباح حقيقي طبعا في لعبه مهمه جدا جدا، يمكن اول حاله معانا هنجيبها. هنروح لطاقم التحكيم الاول كابتن ايمن ونعرف الساده المشاهدين بيه طاقم التحكيم. محمد يوسف حكم منطقة الغربية لم يدير أي مباراة للنادي الأهلي كابتن أيمن هذا الموسم، ويمكن دي أول مباراة لمحمد يوسف حكم منطقة الغربية. عندنا هشام طلب من منطقة سوهاج أدى مباراة أيضا طيبة النهاردة. علاء باسط من اسكندرية مساعد رقم 2 نفس الأداء، كان أداء متميز. وعندنا محمد العتباني، يمكن عندي حالة لمحمد العتباني هجيبها، هو الحكم الرابع. والحكم الرابع ايضا ليه دور كبير جدا جدا كابتن ايمن هنشوفها. كان على الفار محمد الصباحي وكان معاه عمر فتحي من الاسكندريه، محمد طبعا من منطقه القاهره. الحاله الاولى معانا كابتن عشان الوقت، نشوف هنا هناك ركله جزاء غير محتسبه للنادي الاهلي في الدقيقه 13. شوف هنا علي معلول بيعمل عرضيه وبعدين محمد يوسف، واحنا قلنا هنا بعد اذنك بقى بيرجعوا بعد اذنك واحده بس هنمشي ماشي. الكره لم تعبر خط المرمى ونشوف هنا وضع اليد كابتن. احنا قلنا هنا لو وضع اليد كابتن اسامه الايد مش مكبره حجم الجسم وفي وضع طبيعي اوكي، بنتكلم على البوينت اوف كونتاكت، الكره لحظه التلامس. الايد هنا شوف هنا الايد، اليد اللي هي الكف اليد هي رايح للكره كابتن عادل. برجوع استاذنك بس من ابي عشان خاطري سامحني، هرجع لللايف معلش عشان احنا هنا بس ستوب بقى بس برجوع كابتن عادل. احنا قلنا في الالعاب ديت لما بتكون الناحيه دي الحكم بيعمل ايه؟ لازم بيعمل بيقرب شويه علشان يشوف الحكم واقف هنا كابتن. انا ما ينفعش اقف كده كابتن اسامه، لا هنا. طب استحاله، لابد يبقى انا عندي قراءه للموقف اللي هيحصل هنا 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 هنا، فبالتالي لابد ان انا اتحرك كده واجي هنا. ليه؟ لان انا تعمل عرضيه هنا، يبقى لما اجي هنا انا هنا عندي 1 2 3 4 هنا زحمه، لما اوسع لنفسي هنا تبقى المنطقه دي كلها مكشوفه بالنسبه لي. هو واقف ثابت في مكانه، وبالتالي هنلعب بالجو كده الحاله اللي ماشي الحاله بقى ونشوف. مازال واقف. لا يا محمد، لا خلاص محمد تعالى بقى افتح شويه كده. هنا المخالفه صحيحه واضحه، هل من المعقول انا في الموقف اللي انا ما اتحركش منه اشوف المخالفه ازاي؟ ازاي هشوف المخالفه؟ وبالتالي بقول هنا تمركز الحكم في هذا الجزء هو ده اللي خلاه ما شافش اللعبه، وبالتالي هنا عدت عليه. هنا كان دور الحكم الفار بقى، وده احنا بنقوله الفار معمول لمثل هذه الالعاب، على الرغم ان محمد كان يجب عليه يتعب شويه ويجتهد ويروح عشان هو ياخد القرار. لعبه سهله، ركله جزاء صحيحه، تدخل الفار محمد صباح انا بحييه. وهنا قلنا اليد في وضع غير طبيعي، نشوف تاني الايد هنا، الايد هنا كابتن نادي الداخليه بتيجي فيها، والزاويه الثانيه موضحه ان الايد راحت للكره، وبالتالي هنا ركله جزاء صحيحه. الحاله بعد كده انا جايب اللعبه دي مهمه جدا جدا عشان نشوف هنا حاله مهمه جدا جدا، وانتوا كلكم لعبتوا كوره بس ما شاء الله على مستوى كبير سواء كان في النادي الاهلي او في المنتخبات، ودي حاله تحكيميه للشرح وللتفصيل يا كابتن بلال. عندنا احنا كمحاضرين بنقول حاجه مهمه جدا، انذار التحايل ليه معايير عشان تدي اللاعب انذار يا كابتن عادل، لابد ان يكون في معايير. انا هجيب اللعبه دي في الاول هو وقع عادي وهشوف مظبوط. هناك فرق كبير جدا بين اللاعب يصنع التحايل هو صناعه صح، وان اللاعب بيتفادى ان انا بنط عشان خاطر ما اصابش مظبوط، لان هو لو نط غلط لو ما نطش ممكن يصيب. ولكن انا همشي في اللعبه دي واحده واحده. بص يا كابتن، العدله جايه هتبين، انا نزلت هنا عديت وبعدين نطيت ونزلت على رجل يمين، هنا حصل اختلال توازن، سقوط نتيجه عدم توازن من الجري ومن اللاعب نط، وبالتالي هنا مفيش اي تمثيل او اي تحايل. هو لو عايز ضربه جزاء كان خبط نفسه في بالظبط كده، كنت وديت رجلي ناحيه
لكن هو بيتفادى يا محمد. هو انا بقول الكلام ده يا كابتن اسامه، انا بتفادى وبنط هنا، بنط طب ايديا شوف هنا، وعلى اخر نقطه هو بينزل على رجله اليمين نشوف كده سهل كان تمام. وبعدين مفيش بقى معنى يعني، مفيش اي شيء هنا بنقول ايه مهم جدا جدا ايه، احنا نفرق الحكام ما بين السقوط المصطنع والتحايل فعلا، وان هنا السقوط نتيجه انا بفادي نفسي او حاول ان انا اقع، بيفادي حارس المرمى من اصابه، وحارس المرمى ده فرق كبير هنا. انذار طبعا انا شايف ان هنا انذار، مع ان هو زي ما الكابتن شريف بيقول هو لو كمل عادي ضرب الجزاء، لانه هو يعني انا هو عارف بيرسي تاولا ومشي في طريقه زي ما هو كده، هو ضرب الجزاء كان حصلت المخالفه ان هو زق الكوره، هو زق الكوره بالظبط، مش عايز يعور حارس المرمى بالظبط. ولكن انا شايف ان انذار غير مستحق، ونفرق يا جماعه حكامنا نفرق ما بين، لان هنا لو عنده بطاقه قبل كده او لو عنده بطاقه في الماتش يعني قبل دي كان خد البطاقه الثانيه وكان طرد، وكان اتطرد يوم التاني، هو مش هيلعب ماتش. مهم جدا جدا في الحالات اللي هي يا جماعه التحايل، ما كانش بنسبه 100% انا ما طلعش البطاقه، من فضلك يا محمد يا يوسف. اللي بعد كده بقى انت، انا اسف معلش معلش يا برجاوي، تعالي كده معلش يا برجاوي، راجعني تاني معلش، هات لي الحاله دي تاني، سامحني سامحني تاني ستوب. لا هات اللايف يا برجاوي معلش، اللايف اللايف معلش اللايف يا برجاوي ستوب. بس فين الحكم؟ مش موجود في الكادر ورا خالص. يعني انت عاوز تقول لي انت كحكم انت شفت التحايل، شفت التفاصيل دي كده؟ هو ورا شويه شفتهاش. هنمشي برجاو معلش، بص هو بيعدل نفسه شوية عشان كتن. لسه بيعدل، هنمشي برجاو معلش، نمشي نمشي، هو لسه بيعدل نفسه ستوب يا كابتن. هو بعيد، هو كده بعيد، طالما الحكم بعيد يا كابتن انا انت شككتني في القرار. هنا بطاقه خاطئه غير مستحقه بامانه للتحايل للاعب النادي الاهلي بيرسي تاو. ايه اللي بعد كده؟ شوف الحلقه ديت، وانا جايب اللعب دي مهمه جدا جدا، وهنا بيرسي قطع من القلب ساعد رقم 2 على باصت، يعني هي واضحه جدا ومفيش فيها تسلل، لكن انا جايب الهدف ليه؟ عشان نقول ان الهدف صحيح مفيش فيه اي تسلل، هذا اللاعب اللي مغطي. وهنا تمركز جميل جدا جدا، برافو علاء حكم منطقه اسكندريه، تمركز مع اخر تاني مدافع، وبالتالي هنا بيرسي جاي من تحت، هدف صحيح للنادي الاهلي. الحلقه بعد كده حالة من الحالات مهمة جدا جدا، ونشوف اتفضل هنخش على العقوبات الانضباطية. عندنا مشكلة يا كابتن أيمن، معايير البطاقة مظبوط، هي دي مشكلة الحكام، بنقول لجنة الحكام دورها ايه؟ تحاول توحد القرارات في معايير البطاقة. نشوف هنا لاعب الداخلية ومحمد قريب قوي يا محمد، يعني دي ما تعديش عليك يا محمد، وهنا بطاقة مستحقة، وهنشوف بطاقة مستحقة ضد اللاعب النادي الأهلي قفشة في الإعادة. هنا بص يا كابتن هات بس خلاص حفظنا كلنا لما يروح الستارز على الحذاء والرجل على الارض، دي بطاقه صفراء يعني للاسف هو ما اشرهاش، بنقول هنا كان يستحق اللاعب الداخليه بطاقه صفراء نتيجه اللعب بتاعه. الحاله بعد كده برجعوا حاله من الحالات مهمه جدا، وهنا سقوط ومطالبه من حسين الشحات بركله جزاء، الحكم اشار باستمرار اللعب، شوف هل في مخالفه ولا مفيش في الاعاده. هتبان اللعبه كويس قوي قوي قوي، محمد تمركزه هايل هايل يا محمد، وهنا بنشوف هنا حسين الشحات، هنا هل في مخالفه ولا مفيش؟ نشوف، هنلاقي حسين هو راح وخد الكوره، وبعدين هو اللي رايح يا كابتن وعمل الصدام والسقوط طبيعي جدا جدا، لا توجد ركله جزاء في هذه الحاله، وقرار الحكم في هذه الحاله قرار صحيح، وكان الفار بياكد على هذه اللعبه ان هنا مفيش مخالفه. اللي بعد كده هنقف بقى هنا كابتن، وانا قلت الحكم الرابع دوره ايه؟ خلي بالك الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي الكلام ده مش موجود اطلاقا يا كابتن ايمن، السلاسل والمجوهرات كل الكلام ده دي اسمها معدات اللاعبين، لا يجب ابدا انك انت تسمح بيه، انك يكون الاسترتش، هذا الاسترتش طبقا للماده 4 لابد ان يكون لون الشورت، لون ده لون الشورت يا كابتن، دي صح. نقطه مهمه، حكم رابع انت جاي مش عشان خاطر تقف وتمشي، لا لابد انك انت تراجع معدات اللاعبين قبل المباراه وهم نازلين الملعب وبين الشوطين وهم نازلين يا كابتن. بنتكلم على الاستريتش، بنتكلم على لاست بلاست اللي هو على الشراب بنفس لون الشراب، دي معدات اللاعبين ملحوظه للجنة الحكام، لابد ان هي تنبه على حكامها في هذه الماده ان هم يكونوا حريصين في ان هم يشوفوا اللاعبين قبل نزول المباراه. اللي بعد كده نشوف الحاله اللي جايه دي، وحاله مهمه جدا جدا، والشيء بالشيء يذكر، وقلنا دايما ستوب، بنقول الهجوم خلاص حفظنا حفظنا، لعبه داخليه رايح تعطيل هجوم صح، هنقول تهور اوكي، هنقول تعطيل هجوم اوكي،
هنا الطاقه هنا نشوفها، شوف هنا اللاعب هنا محمد نزل تاكلينج وما خدش الكره ولم ينجح في لعب الكره، وبالتالي هنا نمره واحد لاعب عنده فرصه يروح هنا تعطيل هجوم واعد، وبالتالي هنا كان يجب انذار محمد هاني لتعطيل الهجوم او للتهور حاجتين. ده كوره اخر في نفس الحاله دي هو بعيد جدا عن بالظبط كده. كابتن احنا قلنا مشكله، والله احنا يعني عندنا مشكله في البطاقات. لو يفتح الصوره تاني في اللايف البطاقات هتلاقيه يشوف واقف فين. بالظبط بالظبط هنا بيشوف محمد هاني يعني عمل ريسك وهنا ما خدش الكره، وبالتالي خد رجل اللاعب بطاقه كان يجب اشهارها لمحمد هاني. اللي بعد كده شوف الحاله اللي جايه مهمه جدا، ونشوف اليو ديانج وهو هنا تردد شويه محمد وراح مشي 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 مشي، يمكن ديانج يعني راح، وديانج طبعا راح ليه عشان خاطر سلامه اللاعب، وهنا بنشوف هنا طبعا هنا انذار مستحق على ديانج طبعا. بس انا محمد مش عايزك تتاخر وتروح تشهر بطاقه وما تستناش تشوف رد فعل اللاعب ايه. اللاعب اليو ديانج طبعا طلع يعني روحه طيبه كابتن اسامه، ويعني وما اعترضش. خلي بالك في لاعب بيعمل كده ويروح رايح للحكم بيعترض يخلي الحكم يعترض شويه، ولكن هو كان بنشوفها في بعض الانديه كان هو صحيح. يعني هادي، وبالتالي هنا راح للاعب. شوف هنا شوف الاخلاق وشوف الروح، رغم دي مخالفه تستحق البطاقه هنا بطاقه صحيحه لاليو ديانج. الحاله اللي بعد كده ودي نشوف هنا مطالبه من لاعب الداخليه بركله جزاء، وقلنا القانون واضح جدا جدا رامي. واحنا بنقول دايما 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 وضع اليد حكمنا على المخالفه هو وضع اليد. شوف رامي ربيعه هنا وكان ذكي جدا جدا رامي، لما حس ان في تصويب على المرمى شوف عمل ايه. اول حاجه عملها راح حاطط ايده فين يا كابتن؟ ايده فين؟ ترجع تاني ايده مراصفه للجسم، وبالتالي ولا هي مكبره الجسم ولا هي واخده المحيط ولا هي كمان خارجه عن نطاق الجسم. هنا الكره تصطدم باليد وهي في وضع طبيعي، وبالتالي هنا قرار سليم من محمد يوسف، برافو محمد، وقرار كمان سليم من محمد صباحي اكد على قرار الحكم عدم وجود ركله جزاء لرامي. طب حصل حاجه؟ ليا سؤال بس. اتفضل. في المباريات اللي هي بتبقى اي مباراه بالشكل ده بيبقى في اخطاء غير مؤثره على نتيجه المباراه وبيعدي الماتش، هل بيبقى في حساب لبعض الاخطاء التحكيميه لحكام المباراه ولا بيتم التغاضي عنها؟ خلاص الاهلي كسب فما فيش مشكله، مش هنتكلم في الاخطاء اللي هي التحكيميه اللي ما كانتش مؤثره في المباراه نفسها. عاوز الحق؟ قول الحق. سؤالك جميل جدا. احنا عندنا المهم الاجابه عندنا احنا المباراه بتعدي خلاص خلصت المباراه طالما عدت ومحدش اشتكى مفيش مشكله، ودي مشكلتنا. لا لا كابتن عادل، انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا. انا اشتغلت رجل الحكام كويس، بصرف النظر المباراه عدت او ما عدتش انا بحاسب الحكم. صح. ليه ليه ليه؟ مش شرط يكون خطاك مؤثر، ولكن انا بحاسبك ليه؟ عشان في حكم تاني قاعد مستني قاعد منتظر انت هتعاقبه ولا لا. مش هتعاقبه وهتلاعبه؟ لا يا كابتن لا. الحكم بيتعامل على ادائه وعلى الحالات التحكيميه بصرف النظر عن المباراه عدت بخير وخرجت بره الامان. لا، من فضل لجنه الحكام لابد ان هي تحاسب حكامها سواء المباراه كانت في اخطاء مؤثره او لا. وسؤال يا كابتن ايمن سؤال جميل جدا جدا. شكرا. اللي بعد كده ممكن اخر حاجه معانا او قبل اخر حاجه نشوف هنا حاله من الحالات ايضا المهمه، ونشوف هدف قفشه. والهدف طبعا هدف صحيح، وانا مش جايبه عشان هدف صحيح، ولكن هنا هنشوف هنا خلاص اوتومات ان اللاعب لما بيجيب هدف بيخلع التيشيرت، خلاص القانون واضح. هنا طبعا الانذار وجوبي، وفي حاجه مهمه جدا جدا ليكم هقولها. طيب قفشه جاب جون والجون صحيح. ايوه. طب لو كان الجون ده تسلل والكره جت جون. كان الانذار سؤال يعني هو محمد يوسف مثلا الفار هيشيك راح لغي الجون. ايوه. وهنا الحكم راح مديله بطاقه صفر. هو الفعل اتعمل، الفعل اتعمل ليه خلاص ياخد عليه الانذار. حتى لو الهدف اتلغى؟ لا. انا بقول اقول لك عشان انضباطيه. انا بقول لان دي لائحه انضباطيه وهو عمل تصرف خاطئ، المفروض ما يعملوش. حاله واحده بس. المفروض ما يعملوش. طب استنى نسمع الكابتن. حاله واحده. اتفضل يا كابتن. واحده بس لما انا بتكلم. طب نتكلم انذار نسمع شريف. يتلغي. مع الغاء الهدف يتلغي. فعل ورا فعل. لا. تمام. لا 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 رد فعل يا كابتن شريف ماشي. لا 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 خلاص كده حد يقول لا طبعا. طب اتفضل يا كابتن. انا بقول انضباطيه وما الانذار انذار. انا اقول لك لو الانذار جه النور قطع خلاص على نوعيه الانذار نفسه.
على السلوك إيه؟ يعني كابتن مالك عندك رد على حاجه؟ لا ده سلوك طبعا. بص يا كابتن ده سلوك. سلوك لو سلوك خلاص يعني يستحق عليه انذار، ملوش علاقه طبعا، ملوش علاقه اصلا بالظبط كده. بنقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ مظبوط. برضك لجمهورنا الجميل وللاعيبتنا ولكل الناس بتتفرج علينا، هنا الانذار سواء بقى الهدف جه او اتلغى، الانذار هنا للسلوك، السلوك الغير رياضي. وعايز اقول لك حاجه يا كابتن، اتفضل. يعني الماتش ده ما يتقلقش فيه ابدا فانيلا، حتى لو جبت 10 تجوان دي مش بتاعتي يا كابتن، ولكن بتاعتي انا. القانون ده جديد يا كابتن، اتعدل يا كابتن شريف، اتعدل عشانك انت. اول مصحف اتعدل. دي اخر حاجه كابتن ايمن، مدير النادي الاهلي، ومزيد من التوفيق، وبشكر حضرتك. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. بانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه حلقتنا النهارده من استوديو التحليل للمباراه نادي الاهلي ونادي الداخليه في دور ال 16 لكاس مصر، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 عن جداره واستحقاق، وتاهله لملاقات النادي المصري البورسعيدي في دور الثمانيه ان شاء الله يوم الخميس القادم. الف مبروك للنادي الاهلي، وبالتوفيق ان شاء الله في مباراه المصري القادمه يوم الخميس القادم باذن الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد النعم، شكرا يا كابتن والف مبروك. شكرا كابتن، واستوديو كويس، وتوفيق بقى ماتش الخميس ان شاء الله. الماتش الجاي ان شاء الله عشان نظريتي تطلع مظبوطه باذن الله كابتن ان شاء الله. شكرا كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن، الف مبروك كابتن. شكرا كابتن. شكرا وعقبال اللي جاي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي، شكرا. شكرا ايمن، مبروك وبالتوفيق ماتش المصري ان شاء الله باذن الله يا رب. كابتن احمد بلال، شكرا يا كابتن. شكرا كابتن ايمن، ومبروك للاهلي. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وورق التحيه.